الفئه الفلانيه اليمين تسرب في تويتر. طبعا انا قريتها ان سامي الجابر مسافر برا السعوديه وما قدم تقرير اصلا. واضح الكلام؟ طبعا كلام في تويتر وينتشر بين الناس. خروج سامي الان مداخلته كلامه عن التقرير ما كان عندي ولا عندك كلامه عن التقرير انه راجعها وانه مطلع عليها سلمها وانه سلمها، هذا يقضي على كل الشائعات بعدم معرفه سامي بالتقرير. تعرف الحين اللي ممكن تروج اي معلومات لضرب الهيئه لانتقاد الشيخ للتشكيك في الهيئه للتشكيك. احنا الان امامنا معلومات صادره من رئيس نادي الهلال، من رؤساء الانديه كلهم، معتمده من اتحاد القدم ومن الهيئه العامه للرياضه. اللي عنده كلام غير هذا وعنده شجاعه وثقه بنفسه ويقول هذا الكلام غلط، حياه الله يطلع. يعني الامير نواف بن سعد يقدر يطلع بيان، اداره نادي الاهلي السابقه تقدر تطلع بيان، اللي عنده شيء يبغى يقوله حيا الله. احنا لا يمكن ان نرد معلومات من جهات رسميه، رئيس نادي واتحاد قدم وهيئه، ثلاثه جهات كلها رسميه، نرد معلوماتهم كاعلاميين ونقول لا المعلومات غير. طيب اللي عنده معلومات غير يجي يقدمها لنا نسمع منه. النقطه الثانيه اللي بتكلم عنها، النادي الاهم في كل هالقضيه الكبيره اللي هو نادي الفيحة. إذا حنا ننتقد بعض الأندية ننتقد بعض إدارات الأندية على المديونيات العالية اللي أنا بالنسبة لي ما أستغربها، أحيي رئيس نادي الفيحة الأستاذ سعود الشلهوب. كم 7 ملايين الفايض؟ ما عمره هايط ولا تحدى ولا حتى قال الصفقة هذه أنا بجيبها ولا قال دق خشوم، وقدم فريق ممتاز طبعا بقيه الجهاز، النائب الرئيس والامين العام وامين الصندوق واعضاء المجلس كافه، ما ابغى اذكر اسم وانسى اسم. يعني تسجل اداره نادي الفيحة للداعمين لنادي الفيحة، حتى احنا اساميهم مي بواضحه، في دليل النجاح اللي حققه نادي الفيحة الان. فعلا نادي الفيحة صحيح نجاح بلا هياط. صحيح يفترض اذا احنا نلوم، انا اطالب اتحاد القدم او حتى الهيئه بتكريم اداره نادي الفيحة وتكريم الاستاذ حتى الفيصلي سعود، حتى نادي الفيصلي لا الفيصلي عليه عليه 6 مليون ولكن يحسب له طبعا يحسب له. بس تخيل العمل الجبار اللي تحسب له. نعم نعم بس ايه؟ على مستوى الفريق الاول، على مستوى الفرق كلها، على مستوى العاب اخرى ايه؟ حتى نادي حتى على نادي الفيحة وصل نهائي كاس الملك وكان قريب من المقعد الآسيوي حتى في الدوري إلى آخر الجولات، تحسب للفيصلي. بس أنا خصيت الفيحة لأن الحين عنده فائض صحيح 7 مليون. يعني ممكن أنا أقترح 7 مليون هذه توزع على أندية الدرجة الأولى. أنت شايف الفيحة إيش بيصير عندهم لما يعقد مجلس الإدارة؟ رئيس النادي يطلع، ما يطلع لوحده، يجيب مجلس الإدارة كله ويجتمع مع جمهور النادي. نائب المشرف الأستاذ محمد الدهش هو اللي احيانا يطلع يصرح ويتكلم، مع ان المشرف العام على الفريق هو الاستاذ سعود الشلهوب. طيب الاستاذ سعود الشلهوب دائما مختفي عن الصوره. على طاري الفيحة يا ابو سعود، الدور عندك ابو عبد الرحمن.